تثبت بها في الصدور من الإيمان قاعده وتلوح على أهلكين من سر ذلك الإذعان والتشديك شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد للعبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويكتب بها في عناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صومة المجد بقربه وتفيئوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما عثر الأكوان بنسري ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. malam hari ini kita bersolawat dengan tema mencintai NKRI tidak menghilangkan kecintaan kepada Sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini semua menjadi bekal kita kelak untuk menghadap Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berguna bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai NKRI Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulin kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbuna al-kafi قصدنا الكافي وجدنا الكافي بكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله تعالى تهنى كامنا بمحمد نبي كامي أقام إسلام أقام كامي كتاب القرآن كقام كامي. الله الكافي ربنا الكافي وصدنا الكافي وجدنا الكافي بكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. أشعرية أكيدة كامي شفيعية مذهب كامي أهل السنة أجرا كامي سمط الدرر أملا كامي. الله الكافي ربنا الكافي وصدنا الكافي وجدنا الكافي بكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. سهبتنا بإيدولا keluarga Nabi kecintaan kami para ulama panutan kami umat Islam saudara kami. Allahul kafi Rabbuna al-kafi wasadana al-kafi wajadana al-kafi likuli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ahbabul Mustafa wadah kami syahrmani ya panggilan kami ahlul
sunnah jiwa kami, salawatan sampai mati. Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Sadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi, Likulli Kafi, Gafan Al-Kafi, Wa Ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Indonesia jiwa raga kami, Indonesia jantung hati kami, Indonesia harga diri kami, akan ku bela sampai mati. Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi, Likulli Kafi, Gafan Al-Kafi, Wa Ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Indonesia kebanggaan kami, Indonesia kebangsaan kami, Indonesia tanah air kami, akan ku bela sampai mati. Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi, Likulli Kafi, Gafan Al-Kafi, Wa Ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Bersatulah bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasadun menjaga negeri kami dari makar dan musuh kami. Terimalah semboyan kami, NKRI harga mati. Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi, Likulli Kafi, Gafan Al-Kafi, Wa Ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Indonesia kebanggaan kami, Indonesia kebangsaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi, Likulli Kafi, Gafan Al-Kafi, Wa Ni'mal Kafi, Alhamdulillah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا وانوضي هذا الحبيب على ند السماوات والأرض ونوان فيه النابد رحيم وأمضر الجود لله على أهل الوجود تسيج ولزينة الملائكة بتبشير للعالمين أدعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدر أنك شعبان كنا هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فك كل نور وانفذ الحق حكما حلا من نظم الله عليه النعمة من حواس الأمة يحضر عند وديه أمة تأنيس لجنبها المسعود مشاركة لها في هذا السماد الممدود فاضرا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضر وجود هذا المولود فانفلق سبح الجمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مدعينا لله بتعظيم وسجود صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك
يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنسا يا رسول الله وسرارا قد تجدد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم لغرة يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمير ليس ينفد حيث أدينا عطاء يا رسول الله جمع الفخر مؤفد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك جل أن يحصره العن إذ حبنا بوجودك يا رسول الله مصطفى الهدي محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك سعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا نبي سلام عليك
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، ودنا نهدى سبيلي يا الله، كيف نسعد ونرشد يا الله، ربي اغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي محمد يا الله، ربي بلغنا يا الله، في جوار خير مقعد يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي محمد يا الله، أنت الله تغشى أشرف رسلي محمد، والسلام والمستمر كل حين يتجلى، طلع البدر علينا بالغالي وجب الشكر علينا، بعد عالي الهدى، مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا عند الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا جاد الحسين، مرحبا مرحبا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلى الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتاب بيده بطون الأوراق، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل ولذة المعتب على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين وجابه إجابة مؤجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الباهية القوية التي ترتعد منها فرائس الأرض
فرائس الأقوياء من البرية ومن نسد به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكري تطيبة المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلق عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم سهاب إنني وقد بسط القلم في تدوين ما أفاده علم من وقائل مولد النبي الكريم وإجيا يدي ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من الشقر والتعظيم والخلق العظيم وحسنا مني أن أمسك عند الأفغلام في هذا المقام وأقر السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بذلك يحسن الله خدم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan teman kita sesama Sehermania dari Kabupaten Purworejo, Mas Iman ya. Tuh. Selamat datang Mas Iman. Terima kasih atas hadirnya. Ini datang jauh-jauh dari Purworejo demi sholawat. Terus kita sing caket kedai langkung semangat. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kedatangan teman-teman kita dari Purworejo bisa bertukar pikiran antara Sehermania dengan Sehermania Purworejo agar lebih baik semuanya ke depannya dan menjadi saudara di dunia dan juga saudara di akhirat berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikru min dar al-sufi al-Muhammadi di uguda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajid ila sa'ifihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda. ويكتب عملي في أمل مقبولة وتوجهي في دود الخلصة والسلة الموصولة اللهم يا من إليه تجو الآمن فتعض ظافرة ولما بإزة تحط رحال فتكشه منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أعمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم لتلك ذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رأية دعوتك الشاملة ألك بالأكبر المحبوب لك المحصص بشرف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم من ذاتك في عبادك وساكي كرش لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المحصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جهاد النبي الكريم ونتوسل
إليك من شرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين إنايتك وأن تحفظنا في جمادرنا وتقلبتنا في جميع رئايتك وحاسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وأن تجلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي دار إدبائه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئ بالعزان والزائل والمؤمل بما أمل وأن تجنب من نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأمم بركة وشروجة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ودينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم رية للقوي جميع ضر منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا على المؤاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بذاتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للزام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبين تقلب البصير الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga berkat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepulang dari tempat ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبه كل العوالم جارة وكون أصبح مشرقا بقدومه وبه كل العوالم جارة وكون أصبح مشرقا بقدومه Ya Nabiyana Raqqat aynaya shauqan wa li taybata dharafat 'ashqan فأتيت إلى حبيبي فأنت يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا فلطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي
فعدا يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تألق وبغاره راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ يا محمد السلام عليك يا